فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الدعاء على الكفار عامة؟ لأن هناك من يقول: ادعوا على الأعداء فقط منهم، فهل ما قاله صحيح؟ اللي يحصل علينا منهم ضرر هذا لا شك أنهم يدعى عليهم، أما اللي ما جانا منهم ضرر فلا وجه للدعاء عليهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.